دير اللي هو زاد خلق جدل مع بشاي اي نلقاو باللي حاجه يعني فريده من نوعها شويه باللي الفرض الانشا في العربيه في النوفيم يحكي على الاداره التونسيه بيحكي على موضوع يعني عنده ثقل كبير في الشارع التونسي وفي الدوله التونسيه ونلقاو مثلا حبيت نذكر حاجه ان هنا نلقاو الفصل 15 من الدستور يقول الاداره العموميه في خدمه المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواه واستمراريه المرفق العام ووفق قواعد شفافيه والنزاهه والنجاعه والمساءله يعني راهو الفرض يحكي على حاجه ركيزه قويه جت بها الثوره وكانت من اهم من المبادئ العامه نتاع الدستور 2014. شنو صار بالضبط فرض الانشاء هنا؟ يقول لك باللي تم طرح انه تلميذ مشى هو واخو الكبير ولقى باللي فما شكون من الموظفين يخرج بعض الموظفين قالوا بعض يعني فما تنسيب خرج قبل الوقت. لكن اللي هنا اللي لقيناه في السوشيال ميديا فما تقسمت الاراء، فما شكون يقول لك لا انت ماكمش فوق النقد وراه احنا ننقدوكم وعاديه كما ننقدوا الناس الكل، فما شكون قال لك سورتو الاتحاد العام التونسي للشغل يقول لك راهو الحكايه هذه في اطار التوظيف السياسي. لكن السؤال اللي احنا نطرحوه هنا جبنا من الاول باللي الاداره التونسيه هي حاجه مهمه برشا طبعا، وباللي فما شكون زاد يقول باللي راهم تلامذه ما بين 14 سنه 15 سنه ويوصلوا حتى 16 نوفيام اني، لذا علاش ما يحكيش في حاجات كيما هكا؟ كان احنا نحبوا نبنيو مواطن فاعل في المستقبل. لذا وي فوالا الفكره زاد جاسر هوني اسكو معناها التلميذ اللي كيما قلت انت المعدل الاعمار تقريبا بين 14 16 سنه، هل في المنهج يعني نحكي هنا على البيداغوجيا ايضا بالطبع، هل هو معناها قابل معناها هذا هو الفكر الموجود هوني؟ ثم شكون يقول لك لا بوتيتر هو اكثر من لي كاباسيتي ولا المنهجيه تاع التلميذ هذوما، وثم شكون كيما طرحت انت توا في نقاشك انه ثم شكون يقول لا العكس بوتيتر اليوم اللي عمره 16 سنه عنده زاد الدور فعال لو بوتيت عنده كلمه وراي نجم يقولوا في الموضوع هذا. هما شنو يقولوا الاساتذه؟ يقولوا بلي راهو فما محور هو محور العمل موجود في يعني في النوفيام اني، وقال لك حاجه عادي انك تجي حاجه كيما هكا. لذا قال لك راهو جا في اطار قرايتهم. بالنسبه للرؤيه نتاع 14 سنه هل هو قادر انه يحكي في الموضوع هذا ولا لا؟ هيك حكايه ترجع بيدها للرؤيه نتاع الدوله التونسيه في الدستور التونسي اللي خرج. انت تحكي لي على المساواه وعلى الحريه ولا انه حريه التعبير والكل، كان احنا ما نعلموهاش للصغار في الوقت هذا تكون حتى من الابتدائي، علاش في 14 سنه 15 سنه وقيمه العمل كيفاش نجموا احنا نحقوا الرؤيه هذه اللي جد بها ثوره 2011؟ لذا هذه من الاراء اللي لقيناها يعني قالوها المجتمع المدني على السوشيال ميديا وقالوها بعض الاخصائيين من اساتذه والكل. نعم هي قيمه العمل اكيد معناها ما ننفيوش معناها الاهميه والمفهوم تاع قيمه العمل وكيفاش زاد نجموا نسقلوا في صغارنا معناها مفهوم العمل من اللي هما صغار، خاطر احنا نقولوا ديما التعلم والابرونتيساج يبدا من اللي صغير ولا معناها التلميذ يبدا في عمر معناها معين ابارتير حتى من 10 سنين 12 سنه، ولكن يمكن الحاجه اللي ما اتفقوش عليها برشا هو الموضوع هذاك بالذات، اسكو كنا نجموا نحكيوا على العمل ولكن باختيار موضوع اخر ولا؟ دونك هذا سؤال من الاسئله، بون احنا مش نجاوبوا مي بوتيتر زاد اللي قاعدين يشوفوا فينا توا اللي قاعدين يسمعوا فينا من بين التساؤلات اللي يطرحوهم اليوم هو هل الاختيار تاع الموضوع هذاك ليس تام العمل متفقين فيه اختيار صائب، ولكن هل يطرحوا العمل بالطريقه هذيك هو صائب او لا؟ هو الحكايه نتاع صائب ولا حسب رؤيه الانسان اللي قاعد يغزر للموضوع كما تعرف حسب المرجعيات حسب الموقف نتاعو من الموضوع هذا. لكن شنو نجم نقولوا احنا هنا؟ نجم نطرحوا سؤال اخر نقولوا هل الاداره التونسيه هل انه المشكل فين؟ هل المشكل في الفرد ولا التيم ولا في احد جبنا الاداره التونسيه؟ كان الموضوع نتاع الاداره التونسيه اللي احنا يعني نعرفوا الاداره كيفاش كانت في العهد البائت وكيفاش تو قاعده تتحسن حسب الفصل اللي قلت لك عليه وجد بعض مراسيم وجد بعض قرارات من عند رئيس الحكومه والكل تو عندنا زاد وزير مكلف يعني بالوظيفه العموميه لدى رئيس الحكومه. لذا وقتاش هو السؤال وقتاش نجموا نقعدوا ونحكي مختلف الشرائح العمريه مختلف الشرائح العلميه والكل ونتناقشوا في الاداره التونسيه كيفاش نجموا نحسنوها وكل واحد يعطي رايه يعني اكزاكتومون يعني. باش الجرح كما تعرف الجرح اللي ما يتعالجش هو باش يجيب ورا من بعض وباش يساهم في عراقيل اكثر. لذا نسوا سؤال هل وقتاش باش احنا باش نداويو جرح الاداره العموميه ووقتاش باش نوليو نمشيو اكثر في تطبيق الرؤيه الديمقراطيه اللي جابها الدستور. فوالا هذا من الاسئله المطروحه، انتم زاد مستمعينا تنجموا تعطيو رايكم يهمنا اكيد ونقدكم وايضا تفاعلكم معنا على نوتخ باج سور راديو ميد تونيزي اوفيسيال على الفيسبوك. جيسر يحيى